الناس شايفين الشاشة يا باشمهندسين كده. تمام يا دكتور. طيب نبدأ كده المحاضرة التانية، هنكمل الميجرمنت والميجرمنت سيستمز. النهاردة هناخد 3 حاجات: تايبس اوف ايرورز، انواع الايرورز اللي بتحصل لما نعمل عملية قياس، اللودنج افكتس، والكلاسيفيكيشن بتاع الانسترومنت. طيب انواع الايرورز، في حاجه اسمها جروس ايرور، سيستماتيك ايرور، راندوم ايرور. هنشوف كل واحد سببه ايه وبيتعالج ازاي. اول حاجه الجروس ايرور. الجروس ايرور يعني الاخطاء الفادحه، الاخطاء يعني صعبه في التصليح يعني، تمام. ديت بيبقى سببها هيومن ميستيكس، يعني في انسان عمل غلطه وهو بيستعمل الجهاز، تمام. يا اما مثلا زي ان واحد مثلا بيقيس على حاجه انالوج وما بصش على المؤشر كويس فقرا القرايه مش مظبوط خلاص، او انه استعمل الجهاز بطريقه غلط زي ما هنشوف امثله دلوقتي. الجهاز بيتوصل بطريقه معينه ما وصلهوش بالطريقه اللي المفروض يوصلوا بيها، او ان في حسبه بيحسبها بعد ما ياخد القرايه بيعمل عليها حسابات معينه غلط في الحسابات، لكن الغلطه ما كانتش من الجهاز، تمام. فدي طبعا ممكن تطلع بقايمه يعني المجنيت بتاعتها تطلع كبيره، ماجنتيود تطلع صغيره، حسب البني ادم اللي كان واقف على الجهاز غلط غلطه شكلها ايه، تمام. طيب احنا عارفين ان كل جهاز بيتوصل بطريقه معينه، الاميتر هوصله توالي لازم يكون عنده المعلومه ديت، وبيقيس عشان ما يغيرش التيار المر في الدايره، الفولتميتر بيتوصل توازي، تمام. فاي حاجه، اي تغيير في التوصيلات ديت، تمام، هيأثر على القراية ويطلع لك حاجة مش مظبوطة، ماشي. زي التوصيلة اللي قدامنا دي، احنا عندنا هنا وات ميتر، تمام. لما باجي أقيسه عما يبقى عندي الفولت بتاعي كبير والتيار صغير، بوصله بالشكل ده، أوصل طرف الملف مع الإيه، مع الدخل، تمام. طيب التوصيلة التانية ديت بوصلها إمتى؟ لما يكون الفولت اللي عندي قيمته صغيرة والتيار المر كبير، بخلي الملف بعد الكونكشن بتاعته بعد المقاومة. لو عملت غير كده هيطلع القرايات بتاعتي مش مظبوطه، فديت قرايه ما هياش ناتجه عن عيب في الجهاز، ناتجه عن عيب في التوصيل، عيب في استخدام الجهاز نفسه، تمام. يبقى دي ناتجه من حاجه هيومن، خلاص. طيب مثال تاني ايه؟ ان انا استعمل فولتميتر. طبعا الفولتميتر بتوصل توازي، في انترنال ريزيستنس اللي جواه اللي معاه كبيره ولا صغيره؟ الانترنال ريزيستنس اللي جوه الفولتميتر بتكون كبيره ولا صغيره؟ كبير. بتكون كبيره ليه؟ عشان لما يتحط توازي تبقى المحصله هي المقاومه بتاعه الدايره اللي اتحط فيها، تمام. طب لو العكس بقى، لو انت خدت الفولتميتر ده خلاص حطيته توازي وكل حاجه مظبوط، بس كنت بتقيس بيه على مقاومه صغيره جدا، لو الدايره بتاعتك مقاومتها صغيره جدا كده المحصله هتبقى ايه؟ فأنا يا دكتور معلش السؤال بس. دلوقتي انت دلوقتي الفولتميتر بتاعك مقاومته كبيرة جدا، ايوه يا دكتور، الفولتميتر بتاعك معروف ان المقاومة بتاعته كبيرة، تمام. فانت لما تحطه على التوازي وتقيس بيه دايرة المقاومة بتاعتها صغيرة، يطلع القياس كده دقيق ولا لأ؟ دقيق. ايه هيبقى دقيق يا مقاومة، دكتور؟ هيبقى ليه بقى؟ علشان التيار اللي هيمر في المقاومة الصغيرة ومش هيمر في الجهاز. بالظبط، تمام كده. لأن لما تبقى محصلة الدايرة بتاعتك مقاومتها صغيرة والفولتميتر هنحطه توازي والمقاومة بتاعته كبيرة، التيار هيختار يمشي في الإيه؟ في المقاومة الصغيرة. وكمان لأن المحصلة بتاع المقاومة الكبيرة اللي هي بتاعة الفولتميتر والمقاومة الصغيرة بتاعة الدايرة هتبقى محصلتها مقاومة صغيرة اللي هي بتاعة الدايرة، تمام؟ فبالتالي كده هو ما أثرش عليها، خلاص؟ لكن لو أنت عملت العكس، لو أنت اديت حطيت الفولتميتر توازي بس مع مقاومة كبيرة، تمام؟ فمقاومته لو هي مقاومة الفولتميتر الداخلية ديت هتبقى أصغر من مقاومة الدايرة اللي هو متوصل بيها، طبعا كده هيسحب هو التيار، تمام. تمام. فيبقى اه فكده بعمل ايه؟ يبقى انا كده الفولتميتر عمل حاجه اسمها لودنج افكت،
الباشمهندس اللي قال من شويه قال التيار هيختار يمشي في المقاومه الصغيره، فلو هو مقاومته اصغر من مقاومه الدايره تمام هيمشي فيه، ويبقى كده الفولتميتر هيتقسم سحب تيار بالظبط، هيتقسم بال نسبة كبيرة. فولتج ديفايدر تمام، تمام. او المقاومه الصغيره هتاخد التيار الكبير، فلو المقاومه الاصغر هي بتاعه الفولتميتر يبقى الفولتميتر كده ايه سحب تيار من الدايره اللي انت عايز تقيس بيها عليها تمام. وكان المفروض الاصل في الجهاز بتاعنا او اي جهاز توصله مع الدايره ان هو قدر الامكان ما ياثرش على الـ يعني سواء تيار او جهد، ما ياثرش على السيجنالز بصفه عامه اللي في الدايره تمام. فده خطا بشري ان هو الوقت يستخدم عنده مثلا دايره مقاومتها كبيره جدا وراح جاب فولتميتر حطه معاه، لا المفروض يشوف حاجة أدق أو يحط مقاومة يعني يظبط بيها أو كده، ما ينفعش ياخده ويقيس، فهو كده اتعرض لودنج افكت وطلع القراية بتاعته مش مظبوطة لأن الفولتميتر أثر على أداء الدايرة اللي هو متوصل معاها تمام. طيب في حاجات في الانالوج ديفايس اكيد انتوا شفتوا حاجات انالوج في معمل اولى بتاع في معمل اولى لما كنت في معمل باور مش في المعمل بتاعنا، المعمل بتاعنا معظم الحاجات اللي فيه ديجيتال تمام، بيبقى البوينتر بيتحرك على سكيل، ممكن يبقى السكيل دول اتنين فوق بعض، واحد مثلا بالملي امبير واحد مثلا بالامبير تمام. هو انا بيقول لك مثال تاني، انت لو عندك مالتي رينج انسترومنت، مثال تاني للاخطاء البشريه يعني في القياس، ان انت لو عندك حاجه مالتي رينج في اتنين رينج فوق بعض، حاجه مثلا بالملي امبير وحاجه بالامبير، والمؤشر اتحرك عليهم، فانت المفروض مثلا بتقيس حاجه صغيره ومظبط اللي في بيبقى في مثلا زرار بتظبطه ان انت في الرينج بتاع الملي خلاص، فالمفروض تاخد على القرايات من السكيل بتاع الملي، بقى عينك غلطت كده وقمت باصص فوق شويه وخدت القرايه من على السكيل بتاع الامبير، فطبعا هتطلع معاك مش مظبوطه، فده خطا ايه بشري مش خطا متعلق بدقه الجهاز ولا حاجه خلاص. كمان حاجه خطا تاني من انواع الجروس ايرور ان هو الايه الامبروبر سيتنج بتاع الزيرو بتاع الجهاز بتاعك، طبعا انت المفروض لما تيجي تقيس دي مش حاجه في الديجيتال تمام، حاجه في الانالوج برضو، ان انت لما تيجي تقيس البوينتر بتاعك في الاول قبل ما تدخل الحاجه اللي انت عايز تقيسها المفروض يبقى واقف عند الصفر بالظبط تمام. طب لو هو قبليه او بعديه انت المفروض تعمل ايه كاليبريشن ومظبط الجهاز. يعني ايه كاليبريشن؟ معايرة. معايره، يعني بعمل ايه بشوف هو في خطا ايه واصلح الخطا بتاعه. لو عندي حاجه انالوج مثلا وانا دايما بلاقي البوينتر جاي على الصفر جاي قبليه او جاي بعديه، بغير بقى حاجه في السيتنج بتاعته، لو في حاجه في حاجه متغيره انترنال بظبطها لغايه ما اخلي المؤشر بتاعي واقف على الصفر قبل ما ابدا قياس تمام، بحيث ان انا اخد قرايات مظبوطه، او ان انا لو حاجه غير الصفر وانا مثلا انا مثلا عندي حاجه واحد امبير متاكد منها اقيسها بجهاز دقيق، فانا لو اقيسها بالجهاز بتاعي الجهاز الانالوج التاني ده لو اقيسها مثلا واحد واحد من عشره برضو نفس الحكايه، بيبقى في حاجات بتتظبط في الجهاز بحيث ترجعه للايه هيجيب لي الواحد امبير ده واحد امبير بالظبط، فانا كده عملت له كالبريشن يعني ظبطته بحيث ان هو يرجع تاني يقيس صح، او لو حاجات مثلا اجهزه جواها سبرينج جواها سوسته او زنبرك مع الوقت يعني بيبقى ضعيف بيبقى خلاص يعني بيبقى بقى لين شويه يعني تمام. فطبعا دي حاجات بتتغير كل شويه بيتعمل يا اجهزه دكتور كالبريشن أنا مضطر أستأذن بس رايح بأختي للمستشفى. ماشي. مين مصطفى؟ مين أيوة حضرتك؟ مصطفى. طيب ماشي اتفضل. طيب ماشي اتفضل بس اقفل الصوت بس تمام. طب لحد قال طب لو جهاز ديجيتال هعمل له ازاي كالبريشن؟ برضه الاجابه بس الجهاز الديجيتال ما بتبقاش الغلطه فيه في الغالب ما بتبقاش عند الصفر ولا عند الماكسيم، تبقى حاجه قرايه في النص، فانت برضه بتقيس بيه لو انت جهاز شاكك فيه عندك ديجيتال مع ان هو قرايته مش مظبوطه، فبتقيس الحاجه دي بجهاز ديجيتال عندك هو جديد مثلا متاكد ان قرايته مظبوطه خلاص، هتدخل نفس القيمه دي عليه، لو قاسها مش صح بيبقى في بيبقى في بعض المقاومات متغيره جوه الجهاز وحاجات بتتعمل مثلا بمفك صغير حاجات زي كده، او في مقاومات بتبقى قابله للتغيير، فلو انت شكيت في حاجه فيها خلاص بتبدا تظبطها وتظبط الجهاز بحيث يدي القرايه المظبوطه حسب ما انت مقارنها بجهاز تاني ستاندرد تمام. فالكالبريشن معناه ايه؟ معناه ان انا بظبط الجهاز بتاعي عشان يقيس صح، سواء بقى مثلا جهاز قال جبته على الصفر او جبت قرايه انت عارفها او قيمه انت عارفها وقارنتها بيه وشفته هو بيطلع غلط قد ايه فظبطته،
والكلام ده المفروض يحصل على فترات، يعني كل شوية كأنها نوع من الصيانة للأجهزة بتاعتك اللي شغال عليها، إنك كل فترة تأكد إنها إيه شغالة مظبوط، إنك بتعمل لها كاليبريشن كل فترة. تمام؟ فهي من الأخطاء البشرية إنك تشتغل على حاجة مش معمول لها كاليبريشن زي السيتنج بتاع الزيرو والحاجات اللي قلنا عليها ديت. فطبعا إيه لازم إيه تتجنب الأخطاء ديت اللي هي الإيه الأخطاء البشرية. تمام؟ طيب ايه طب هل الاخطاء ديت ممكن اعالجها بطريقه ماثيماتيكال؟ لا طبعا مش هقدر اعالجها بطريقه ماثيماتيكال خلاص، لان هي كل واحد بيعمل خطا حسب ما هو، واحد بص بعينه غلط، قرا المؤشر غلط، او قرا على التدريج اللي مش مظبوط، او حط الجهاز بطريقه، وصل الجهاز بطريقه مش صح، المفروض وصله توالي، او تكون يتوصل يشتغل مع دايره مقاومتها صغيره ووصله مع دايره مقاومتها كبيره. كل الاخطاء ديت يعني هعملها ازاي، هتجنبها ازاي، ممكن اعمل ايه عشان اتجنب الجروس ايرور، او اتاكد ان انا ما عملتش خطا وانا باخد القرايه، ممكن نعمل ايه فيها أكثر من مرة. بالظبط. بس بقى شخص مختلف، يعني لو حضرتك تقيسها اكتر من مره كانك كده بتتاكد من الجهاز برضو، لان نفس الشخص ممكن يكون في دماغه بيعمل كل مره نفس الغلطه في التوصيل مثلا الجهاز وهو بيعمل، فلو عملها كذا مرة تطلع له صح. لو الجهاز ما فيهوش مشكلة اللي قلنا عليها المرة اللي فاتت، والبريسيشن بتاعته عالية وما عندوش مشكلة في الريبروسابيلتي، ان هو القرايات اللي ورا بعضها بتطلع مظبوطة، فكلام حضرتك مظبوط. بس هنضيف له ان احنا يكون شخص تاني اللي يعمل القياس ده، بالذات في الحاجات الانالوج. طبعا الحاجات الانالوج بتبقى اكتر مع الايه القيم الباور العالية، وزي ما قلنا المرة اللي فاتت يعني في المعمل عندنا هتلاقي معظم الحاجات ايه ديجيتال، بس عشان لو انت رحت مصنع او اشتغلت في مكان كبير على لارج سكيل هتلاقي في حاجات زي كده. تمام؟ يبقى الاخطاء اللي هو الجروس ايرورز ديت اتجنبها باني مثلا واحد والمساعد بتاعه او واحد وزميله يقيسوا الحاجه خلاص على نفس الجهاز، يبقى كده لو حصل غلطه يبقى الغلطه من الجهاز. تمام؟ في الغالب الا اذا كان هو كمان مش بيكرر نفس الغلطه، بس ده مش هيحصل. تمام؟ هو مكتوب لك تحت اهوت ان انت تاخد اكتر من قرايه، 2 او 3 قرايات عن طريق different observers، 2 يعني اشخاص مختلفه. تمام؟ اللي هم بيلاحظوا القرايه. طيب في نوع تاني من انواع الايرورز اللي هي الايه systematic error. systematic يعني خطا ثابت في الجهاز بتاعك، او بيحصل دايما في القرايات بتاعتك. تمام؟ يعني دايما تلاقيه بيشفت بقمه معينه. خلاص؟ الاخطاء ديت بقى ممكن اعمل لها ايفالويشن واعمل لها تقييم واعمل كاليبريشن للجهاز واتجنب الخطا ده. طب هي ممكن تكون ايه؟ ممكن تكون ان يا اما انسترومنتال ايرور ناتج من الجهاز نفسه، او انفايرمنتال ايرور ناتج من الايه؟ من البيئه الخارجيه. ازاي؟ الانسترومنتال ايرور ده ان هو ايه؟ ان انت بتقيس مثلا ان جاي من عن طريق مثلا لو في حاجه انالوج عندك وبتعتمد على فيها جزء فكره ميكانيكيه زي الاميتر او الجلفانوميتر، ان هو مثلا في ملف بين طرفين مغناطيس وبيتحرك تحت تاثير التيار اللي بيمر فيه. خلاص؟ فيبقى في حاجه ميكانيكال، الحاجات الميكانيكال دي بيبقى فيها احتكاك وفيها انرشيا، خلاص فهتاثر على الحاجه اللي انت بتقيسها. تمام؟ وزي ما قلنا من شويه التنشن بتاع السبرينج مثلا، ولو في حاجه بتعتمد على ان انت بتقيس فيها ارجاب. خلاص؟ كل الحاجات دي تغييرها مع الوقت هيطلع لك اخطاء، لكن هتتجنبها ازاي؟ انك تعمل ايه كالبريشن للجهاز بتاعك. خلاص؟ وتظبطه، والكالبريشن بتاعك ده يكون معمول بدقه، عشان لو برضو مش لو انت عملت الكالبريشن مش مظبوط هتاثر على الايه القرايات بتاعتك. تمام؟ ايه كمان؟ ان انا اختار الجهاز القياس المناسب للحاجه بتاعتي. يبقى انا اتجنب ازاي الانسترومنتال ايرورز ديت؟ خلاص ان انا اعمل اكالبريت الميجرنج ديفايس بتاعي. خلاص؟ او وكمان اختيار الجهاز المناسب للابلكيشن اللي انا شغال فيه. طيب الانفايرمنتال ايرور، يبقى احنا كده بنتكلم على حاجه اسمها سيستماتيك ايرور اللي هي موجوده وثابته في الجهاز. خلاص؟ نتيجة إما حاجة مشاكل في الجهاز، بعمل إيه؟ بقوم عاملة كالبريشن زي ما إحنا قلنا، عشان لو في حاجات أنالوج مع الوقت شغلها بيبقى أضعف، أو كفاءتها في الشغل بتبقى أضعف، زي الحاجات اللي بتعتمد على سبرينج أو كويلز أو حاجات زي كده. خلاص؟
او ان انا اعمل زيرو ادجستمنت تاني كل شويه، اعمل كالبريشن، او حتى لو جهاز ديجيتال بدخل له قيمه في النص ما بين الصفر والماكسيمم واعمل كالبريشن برضو ليه عن طريق ان انا في بتبقى في مقاومات متغيره بظبطها جوه الجهاز. تمام. طب الخطا التاني اللي هو الانفايرمنتال ايرور، وده من انواع السيستماتيك ايرور، ان انت بتلاحظ انت ممكن تبقى في المعمل مطلع التجربه كويس، عندك فانكشن جنريتور مطلع لك الساين تمام، تيجي تشتغل في اخر اليوم، او انا وانا شغاله مع مجموعه الصبح وبعدين فضلت اشتغل كذا مجموعه، بعد شويه بلاقي الجهاز مثلا الساين ديت مش طالع مظبوط، طالع فيها ديستورشن بعد شويه ليه؟ بس يا اما ان درجه الحراره الداخليه بتاعه الجهاز اتغيرت من كتر ما هو بيشتغل. تمام. وبالمثل لو لو درجه الحراره بقى الخارجيه نفسها اتغيرت، لو الجهاز ده متصنع انه يشتغل في درجة حرارة معينة، لا وانا درجة حرارة عندي عالية جدا بالنسبة اللي هو متصنع فيه خلاص، فهبص الاقي اداؤه مختلف. لو مثلا فاشن جيز زي ما قلت هيديني السيجنال فيها ديستورشن شوية، او القيمة بتاعة البيك تو بيك بتاعتها مش طالعة مظبوط زي ما هو المفروض يطلعها. تمام. فديت ايه اخطاء اعالجها ازاي؟ اعالجها ان انا وانا بستعمل الجهاز ابقى عارف ان هو بيشتغل في رينج قد ايه. تمام. واشتغل في الرينج بتاعه ده. طيب في هل حاجات تانية، حاجات يمكن اجهزه احنا مش بنستعملها كتير، في حاجات بيأثر عليها الهيوميديتي الرطوبه او الالتيتود، يعني انت لو جهاز بتقيس بيه الضغط الجوي مثلا طبعا ده هيتأثر معاك مع الارتفاع تمام، ومع الايرث ماجنتيك فيلد والحاجات ديت خلاص. يبقى ديت اخطاء ثابته، فانا بشوف لو انا الجهاز بتاعي بيشتغل في درجه حراره مثلا معينه بس انا هشغله في ظروف تانية غير اللي هو متظبط عليها يشتغل، برضو هحتاج اعمل له ايه، اعمل له كالبريشن واظبطه على درجة الحرارة ديت. تمام. خلاص يبقى احنا زي ما قلنا كده هنا كاتب لك بقى الحاجات اللي انا قلتها دي ازاي اعمل اليمينيشن، يعني اقلل خالص الاخطاء ديت او اقللها عن طريق ان انا استعمل ميجرنج انسترومنت في نفس الاتموسفيريك كونديشن اللي هو اسمبلد وكالبريتد عليها اللي هو متصنع عليها خلاص. طب لو انا مش قادر اعمل كده، انا غصب عني الظروف الخارجيه متغيره خلاص، يبقى انا اعمل ايه كومبنسيشن او كاليبريشن ليه خلاص. طيب في نوع تاني من الاخطاء دي كده رقم 3 مش رقم 2، الراندوم ايرور ده رقم 3 بغيرها لكم. تمام. الراندوم ايرور اللي هي بقى اخطاء عشوائيه انت مش عارف تحدد مصدرها، اللي هي مش من الجهاز ولا انت يعني مش خطأ عشوائي، يعني ما هوش ليه قيمة محددة، يعني مثلا في الحاجة اللي عملت لها كالبريشن بلاقي مثلا هو دايما مطلع لي مثلا عايز يقيس واحد، طلع لي واحد واحد من عشرة، فظبطته ورجعته يقيس الواحد ده يقيس واحد، أو ظبطت الصفر. إنما ديت أخطاء عشوائية يعني ما هياش قيمتها غير محددة أو قيمتها غير معروفة. تمام. ديت مثلا زي اللي قلنا عليها إن أنا جيت أقيس نفس الكمية، بقيس same quantity في أوقات مختلفة خلاص، او قرايات ورا بعضها. تمام. ولقيت النتائج بتاعتي مختلفه، قال لك طلعت ديفرنت ريزلتس لنفس الكوانتيتي وانت بتقيسها لما عملت ريبيتد ميجرمنت. تمام. فده يعني ايه خطا عشوائي، اللي ممكن يطلع معاك بقيمه دلوقتي يطلع معاك في يوم تاني بقيمه تانية. فده ايه بعمل ايه عشان احل الموضوع ده؟ لو انت بتاخد كذا قرايه ورا بعض تمام ولقيت القرايات فيها اختلاف، اعمل ايه عشان اخد قرايه مظبوطه؟ الافريج مثلا، ناخد الافريج بالظبط كده، انا اعمل اخد كذا قرايه والقرايات المفروض طبعا يكون الفرق صغير، مش حاجه كبيره، مش رقم كبير، حاجات من 10 وحاجات زي كده خلاص. فاعمل ايه ده راندوم ايرور، لان بشتغل النهارده بيديني قرايات ورا بعض مختلفه، ولو بكره هيديني اختلاف غير بتاع اللي جالي النهارده او اللي جالي من شويه، فهاخد مثلا خمس ست قرايات واقسم اجمعهم واقسمهم على عددهم، خدت خمسه اقسم على خمسه، خدت سته اقسم على سته، مثلا واحد 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 واثنين زائد واحد كده، واقوم جمعاهم جايب المتوسط الحساب بتاعهم. تمام. فقال لك هات الارثماتيك مين بتاع الايه القرايات بتاعتك ديت، وكل ما تاخد عدد اكبر من القرايات هتبقى ايه الدقه بتاعتك اكتر، قال لك تاخد يونت نمبر اوف ميجرمنت طبعا حسب الاكيورسي بتاعتك اللي انت عايزها خلاص. لو انت مثلا طالب بتاخد قرايه بس كده عشان تتعلم تشتغل على تجربه معينه تطلع نتائجها خلاص هتاخد خمس قرايات، لو واحد بقى بيعمل بحث علمي مش عارف ايه هياخد 10 15 قرايه، لان هو الواحد من 100 هتفرق معاه. تمام.
فيبقى هعمل ايه ادجستمنت بالقيم دي. وقال لك طبعا الاخطاء دي ممكن تكون بوزيتيف، ممكن تكون يعني بلس او ماينس، تمام؟ يعني ممكن الواحد يطلع لك مره واحد، واحد من 10 يطلع لك مره 9 من 10، فانت هتاخد ايه المتوسط الحساب بتاعت القرايات دي. يبقى احنا كده خدنا ثلاث انواع من الايرورز: الجروس ايرور اللي هو ناتج من الاخطاء البشريه، وقلنا ده عشان اتاكد ان انا ما عنديش حاجه زي كده في القياسات بتاعتي، اخلي اكتر من شخص يعمل نفس التجربه. وده اللي بيحصل عندنا في المعمل، بيبقى فيه كذا مجموعه واقفه بتشتغل، خلاص ده طلع قرايه مظبوطه ودول ما طلعوش. لو انا متاكده ان الاجهزه بتاعتي ما فيهاش حاجه، خلاص اقول المجموعه دي كانت شغاله صح وشغاله بدقه وخدت قياساتها مظبوطه وما كانش فيه عندها اخطاء بشريه، ما وصلش الجهاز توصيل غلط او بص على الحاجه الانالوج على المؤشر وقرا مش مظبوط، خلاص. فيبقى انا كده كان انا فعلا عملت التجربه وفي كذا اوبزرفر عملها، خلاص، وهم مختلفين عن بعض كأشخاص، وبالتالي اللي طلع صح يبقى ده اللي ما كانش عنده مشكلة، ويبقى هو ده قرايته اللي ايه اللي مظبوطة، ان انا عارفة اصلا نتيجة التجربة بتاعتي، خلاص. تاني نوع اللي خدناه اللي هو السيستماتيك ايرور، اللي هي الاخطاء الثابتة ناتجة من الجهاز نفسه، ودي بعالجها عن طريق ان انا ايه اعمل كالبريشن او استخدم الجهاز في الظروف اللي هو مكتوب عليه او في الداتا شيت بتاعته ان هو بيشتغل في رينج درجات حرارة كذا ورطوبة كذا وارتفاع كذا والحاجات دي. طبعا الارتفاع والرطوبة والحاجات دي بتأثر على الأجهزة، يعني مش يعني اللي بتستخدم مش جوه المعمل، بتستخدم بره أكتر يعني، تمام؟ لأن جوه المعمل بتبقى الظروف يعني مسيطر عليها شوية. طيب في كمان إيه؟ قلنا الأخطاء العشوائية اللي أنا اللي هي ملهاش قيمة محددة، لا القيمة بتاعتها عمالة تختلف بشكل عشوائي، مش تبع ملهاش قانون معين ولا قيم ثابتة، تمام؟ فساعتها بقى حلها ايه؟ حلها ان انا اعمل اخد المتوسط حسابي لمجموعة قرايات، خلاص. يبقى انت كده عرفت كل خطأ ناتج من ايه والمعالجة بتاعته ازاي. الدنيا واضحة كده يا جماعة؟ باشمهندسين، تمام يا دكتور. هو بس انا كاتبة كل حاجة في السلايدز عشان لو مش حابب ترجع للكتاب هتقرا من السلايدز، لكن كل المطلوب في اللي احنا قلناه ده ان انت لو جالك سؤال او انا سألتك شفوي او في امتحان تحرير او حاجة، اسألك تبقى عارف الخطأ ده سببه ايه بطريقة بسيطة، تمام؟ او بجملة بسيطة عارفها، تمام؟ وبيتعالج ازاي زي ما احنا قلنا كده دلوقتي. طيب اللودنج افكت احنا قلناه من شوية، اللودنج افكت ده بس هوضحه اكتر، خلاص. اللودنج افكت قلنا ان انت توصل ان المفروض الايديال ان الجهاز بتاعك لا ما يسحبش مثلا انرجي من الدايره بتاعتك او ياثر عليها، او لو يسحب بشكل بسيط ما ياثرش على اداء السيجنال اللي جوه سواء فولت او تيار، تمام؟ او لو انت بتطلع مثلا بتقيس بالسلسكوب عايز تشوف شكل السيجنال بتاعتك، ما يطلعش السيجنال السلسكوب ما يعملكش لود على الدايره بتاعتك، ما يطلعش السيجنال مشوشه او فيها اتنويشن او كده. يبقى كل الحاجات بتحصل دي اتنويشن، يحصل اتنويشن او يحصل في الشيفت او يحصل اي ديستورشن، خلاص. ده هيبقى نتيجه ان ايه ان الجهاز بتاعك عمل لود على الدايره، خلاص. يعني هو الجهاز نفسه صح بس في مشكله ما بين ان توصيله الجهاز مع الايه مع الدايره ديت، خلاص. لكن الاجهزه متصنعه ومعروف طريقه توصيلها بشكل ان هي ما تاثرش على الدايره، خلاص. فهنا زي المثال اللي احنا قلنا عليه من شويه ان انت لما توصل الفولتميتر التوازي مع مقاومه كبيره جدا، خلاص، قلنا هيبقى مقاومه الفولتميتر هي اللي اقل وهتسحب التيار اللي في الدايره، هتطلع الدايره مش مظبوطه لان هو ياثر على الايه الدايره شغال عليه، تمام. الاميتر برضو المفروض ان هو ايه بيتوصل على التوالي، خلاص. بس انا بوصله على التوالي متوقع ايه؟ متوقع ان المقاومه الداخليه بتاعت الاميتر اصغر من اي مقاومه في الدايره. طب افرض انت لا ده الاميتر متوصل على التوالي مع فيري لو ريزيستنس، يبقى هي مقاومه الاميتر بقت ايه؟ اكبر من مقاومه الدايره، خلاص. فساعتها هو طبعا ايه؟ انا كده المقاومه الكليه اتغيرت بتاعت الدايره، تمام؟ وبالتالي التيار اللي انت بتقيسه طبعا مش مظبوط، فده إيه اسمه ايه؟ اللودنج افكت. طيب الكلاسيفيكيشن بتاع الانسترومنتس يعني ايه؟ يعني طريقه تقسيم الاجهزه، امتى اقول على الجهاز ده انالوج، ايه الجهاز الديجيتال. دي طبعا ديت واضحه، الابسوليوت والسكندري، في حاجه اسمها المانيوال والاوتوماتيك، السيلف اوبريتد والباور اوبريتد،
يعني دي بس يعني يمكن تقسيمات انت ما تقراها كده قدامك ممكن تقوم قايلي عليها دلوقتي من غير ما انا يعني اشرحها لك، هي واضحة، لكن بس الفكرة عشان لما يعني يبقى عندك المصطلحات بتاعة الميجر كلها تبقى عندك واضحة. خلاص لما يقول لك الجهاز ده من النوع اللي مش عارف النل، الجهاز ده من النوع السيلف اوبريتد، الجهاز ده كذا، خلاص فلما تسمع الكلمة او تقراها في مانيوال او كده يبقى تبقى ليها ايه امباكت عندك انت، هي واضحة وشفتها قبل كده. خلاص انت لو خمنتها تخمنها صح، بس عشان ما ايه لو غيرك خمنها غلط، فاحنا الحاجات ديت ناخدها تبقى واضحة بالنسبة لنا تقسيمات الأجهزة والأنواع بتاعتها، عشان ديت إيه مصطلحات أساسية بالنسبة للإيه للميجر. أول حاجة يعني إيه أبسوليوت إنسترومنت وسكندري إنسترومنت. أبسوليوت إنسترومنت يعني هو لوحده كده ده جهاز مستقل بنفسه، يعني تقدر تستعمله في الستاندرد، يعني زي ما كنا بنقول المرة اللي فاتت لو مصنع مطلع جهاز وعايز يقول الجهاز ده كذا هيقارنه بإيه؟ قلنا يقارنوا بحاجة ديجيتال وحاجة الأكيوريسي بتاعتها عالية عنده جدا، خلاص تمام. أو دلوقتي بقول لك ممكن يقارنوا أو يستعمل أبسوليوت انسترومنت عشان يقيس نفس الحاجة اللي الجهاز بتاعه بيقيس، لأن الأبسوليوت انسترومنت ده بيبقى زي ما يكون بيعمل كاليبريشن لنفسه، خلاص بيقارن القراية بتاعته بحاجة ستاندرد. إزاي؟ الجهاز بتاع اللي قدامك ده حاجة اسمها تانجنت جلفانوميتر، بيعمل ايه؟ بيقيس التيار اللي قيم التيارات بالذات التيارات الصغيره، فكرته ان في عنده ملف دائري وبيمر فيه التيار، فبيطلع فيه بيتولد الكتريك فيلد في السنتر بتاع الكويل ده، خلاص عمودي على المستوى بتاعه، وبيقوم نقارن ده بيبقى فيه ابره بوصله بتتحرك تحت تاثير المجال ده وتاثير الماجنتيك فيلد بتاع الكره الارضيه بتاع الارث، خلاص. فيبقى هو في عنده كده ايه المجال اللي نتج جوه الكويل من التيار اللي هيقيسه، خلاص، والمجال المركبه الافقيه بتاعه الماجنتيك فيلد بتاعه الارث بتكون في نفس البلين بتاع الكويل، خلاص، وبالتالي الديفليكشن اللي بيحصل في الابره بتاعه البوصله بيبقى معتمد على الايه على المقارنه مع المجال بتاع الارض، خلاص. فديت صعب ان هو يتغلط فيه، فعشان كده النوع ده بتاع الانسترومنت مش محتاج اي كالبريشن ولا اي كومباريزون مع اجهزه اخرى، تمام. ومش مع وده مش بستعمله، مش معمول اصلا الفكره بتاعته، يعني مش بيستعمل في المعامل، تمام. لا احنا بنستعمله كجهاز ستاندرد او بيستعمل في الستاندرد لابوراتوريز في المعامل اللي بتطلع الستاندرد، لان هو ايه كاني بعمل بيه كان هو ريفرنس ليا، خلاص. يبقى الابسوليوت انسترومنت ده مش الحاجه الشائعه اللي بتستخدم في المعامل، تمام، او الانجينير بيستعمله في قياساته العاديه، لا ده هو بيبقى موجود في المعامل الستاندرد لابوراتوريز اللي بتطلع الستاندرديزيشن بتاع اي جهاز او اي قياسات، او زي ما قلنا لو في مصنع وعايز يقيم الجهاز بتاعه اداؤه شكله ايه. انما السكندري انسترومنت زي الحاجات العاديه اللي احنا بنستعملها، اللي هو شغال بقى كده، هو شغال مع نفسه، يعني الجهاز الابسوليوت لا هو بيقارن بحاجه، فهو مش محتاج كالبريشن ولا محتاج اقارنه بحاجه، تمام. انما السكندري انسترومنت زي الاميتر والفولتاميتر، خلاص هو بيعتمد على انك انت بتدخل له كميه وبيحصل ديفليكشن، او لو هو ديجيتال بيطلع لك قرايه، والخارج معتمد على الدخل، والدنيا ماشيه ايه ماشيه سكندري، يعني انت لو حبيت كل شويه لازم ايه تعمل له كومباريزون وتاكد ان هو ماشي مظبوط، تمام. الاجهزه دي بتعملها كاليبريشن وتعملها كومباريزون مع اي ابسوليوت انسترومنت او سكندري انسترومنت تاني عشان تتاكد ان هو شغال مظبوط، خلاص. طيب التقسيمه التانيه طبعا احنا عارفينها انالوج وديجيتال. الانالوج يبقى انت ممكن القيمه بتاعه القرايه اللي عندك اللي انت بتشوفها مثلا على المؤشر او على سكيل بتطلع يعني هتاخد اي قيمه 1 1 من 10 1 و2 اي قيم زي كده حسب الدقه بتاعه المؤشر او عدد الايه الشروط بتاعته، خلاص. لكن الديجيتال انسترومنت بيطلع لك ديسكريت ستيبس، تمام، بيطلع فاينايت نمبر اوف فاليوز هي اللي بيقيسها. لو انا بعمل مش انتوا خدتوا ديجيتال كوميونيكيشن؟ أخدت ديجيتال كوميونيكيشن صح؟ لا لسه باشمهندس.
يا دكتور لما خدتوا حاجة اسمها كوانتايزيشن والسامبلينج؟ لا ما خدتوش الحاجات ديت. انتوا مش انتوا تالتة الترم التاني المفروض خدتوا الحاجات دي؟ انتوا تانية. انتوا تانية ماشي، تانية مش تالتة. تمام. الديجيتال هنا بيقول لك بيعتمد على قيم محددة. يعني ايه؟ انت مثلا لو انت عندك قيمة مثلا 2.1 او مثلا او 2.5، تمام، بيبقى بيحصل فيه تقريب. خلاص بيحصل فيه تقريب لقيمة، ما يدلكش ايه كل رينج بتاع الايه القيم بتاعك، غير لما تبقى ماشي على انالوج ديفايس والمؤشر ممكن يتحط في اي قيمة قدامك. خلاص. لكن الديجيتال انت هتاخد حاجة اسمها الكوانتايزيشن، ان هو بيبقى فيه ستيبس. يعني مثلا لو انا الدقه بتاعتي بتاعت الحاجه بتاعتي 2 بت، تمام، فالحاجه هتطلع يا اما 0 0 يا 1، يعني 1 0، يا اما 2 يعني 0 1، او 3 يعني 1 1، اللي هو الانالوج للديجيتال يعني. خلاص. طيب انا دلوقتي لو انا عندي، يبقى انا كده عندي اربع ستيبس بتحرك فيها، او الجهاز بتاعي ده لو الدقه بتاعته 2 بت يبقى هيطلع لي القرايه يا 0 يا 1 يا 2 يا 3. خلاص. طب لو حاجة بينهم هيعمل حاجة اسمها الكوانتايزيشن، يعمل حاجة اسمها التقريب، يقرب لكم من دول. خلاص. طب لو الجهاز بتاعتي الدقة بتاعته 3 ديجيت، يبقى انا عندي كام ليفل؟ عندي 2 أوسات، عندي 8 ليفل. خلاص. يا القراية تطلع 0 1 2 لغاية 7، او اي حاجة ما بينهم. لا، اي حاجة ما بينهم بيعمل لها تقريب للأقرب. خلاص. فهنا بيقول لك حاجات الديجيتال ديت ان هي بتاخد القراية بتاعتك بتاخد ديسكريت ستيبس. طبعا انت الجهاز بتاعك مش هيبقى على 2 بت و3 بت، هيبقى اكبر من كده. خلاص. لكن بياخد فاينايت نمبر من الديفرنت فاليوز اللي هي الليفلز اللي بيقرب لها حسب هو كام ديجيت. تمام. لكن الانالوج بقى هياخد اي قيمه. طيب، فميزه الديجيتال عن الانالوج طبعا الاكيورسي بتاعته عاليه، السبيد بتاعته عاليه. خلاص. هي اليمينيت الهيومن اوبريشنال ايرورز في الغالب، لان مش محتاج بقى تظبط الاخطاء اللي هي بتنتج ان انا شفت المؤشر مش مظبوط، او قريت على سكيل اللي فوق كان المفروض تقرا على السكيل اللي تحت. تمام. او الكالبريشن اللي هو الزيرو سيتنج ديت مش موجوده المشكله ديت فيه. خلاص. وبعدين كان تقدر تخزن النتائج لايه؟ لاي تجارب بعد كده مستقبليه. يعني مثلا حاجه بسيطه، انت عندك الديجيتال سيلسكوب اللي في المعمل، لو انتوا اشتغلتوا عليه، اشتغلتوا على ديجيتال سيلسكوب؟ السيلسكوب اللي في المعمل بتاع الاتصالات يا جماعه، انتوا اشتغلتوا عليه في سنه اولى صح؟ ايوه. بيبقى فيه زرار كده اسمه ران ستوب، لما أيوة. كنا من بعد مثلا نسكت عشان ما تسخنش وما مش عارف ايه، نقوم متكيين على الزرار بتاع الران ستوب ده. خلاص. بيوقف لك السيجنال اللي انت واخدها، ممكن بقى تطفي الجهاز بتاعك، تطفي الكت بتاعتك والفانكشن جنريتور، ويفضل الايه الحاجه طالعه قدامك تعمل عليها اي رايت او اي تسجيل انت عايزه. خلاص. تاخد سكرين شوت وتعمل اللي انت عايزه. خلاص. ولو في ميموري في تسمح يعني، هتقول له سجل لي ديت وتقارنها بحاجه تانية في يوم تاني. خلاص. يبقى الجهاز الديجيتال ممكن يبقى فيه ميموري صغيره وتخزن فيه القرايات اللي انت خدتها وتقارنها بيها ايه تاني يوم. تمام. وبالاضافه لان طبعا الاخطاء البشريه مش هتبقى موجوده فيه، والاكيورسي بتاعته والسبيد بتاعته عاليه. مثال لكده زي ما احنا قلنا كده الديجيتال سيلسكوب والديجيتال مالتي ميتر برضو، انت بتشتغل في المعمل عليه ده، اللي هو الاصفر والاسود اللي شغال عليهم ده ديجيتال مالتي ميتر. طيب، في تقسيمه تانية للاجهزه، ان انا اقسمها ميكانيكال او الكتريكال والكترونيك. تمام. هو انا بيقارن الميكانيكال بالالكتريكال والالكترونيك. الميكانيكال انسترومنت زي مثلا الميزانه، سواء كانت ميزانه اشخاص او ميزانه او اوزان كبيره. خلاص. هي حاجه نفسها يعني مثلا لو ميزانه اللي هي ميزان البسكول والحاجات دي حاجه كبيره جدا. خلاص. ووزنها كبير، تعتمد على الانيرشيا، ما ينفعش اعمل عليها اخد عليها قياسات سريعه ورا بعض زي مثلا الجلفانوميتر والحاجات دي اللي بتعتمد فيها على اجزاء ميكانيكيه. يعني ممكن الميكانيكال يكون كله ايه كله ميكانيكال، فطبعا يبقى فيه فريكشن عالي ويبقى هو وزنه كبير وحجمه كبير، لكن هو ليه استخداماته وتطبيقاته. خلاص. فلكن لما اجي اقيس حاجات فيها سيجنالز وحاجات فيها تغيير في الفريكونسي مثلا، لا مش هينفع استخدم حاجه ميكانيكال. لكن في حاجات في الالكتريكال انسترومنت فيها جزء ميكانيكال وفيها جزء الكتريكال، زي الايه الفكره بتاعه الجلفانوميتر اللي هو الملف بيقيس، عايزين نقيس تيار، فبمرر التيار ده في ملف بين طرفين مغناطيس، وبعدين بعد كده بيحصل الملف بيتحرك وانا مربطه بالمؤشر اللي طالع لي بره بيوريني الايه القرايه بتاعه التيار.
خلاص، فكده بتعتمد على جزء ميكانيكي وجزء كهربي. تمام، الالكتريكال انسترومنت اللي شرحناه ده هو كاتب لك اهوت ان بيعتمد على بوينتر ديفليكشن وناتج عن طريقه كهربيه زي فكره العمل اللي احنا قلنا عليها ديت. دي فكره عمل البرنسيبال بتاع الملف موجود بين طرفين مستمر في طير، وهو بيعتمد على فكره كهربيه. خلاص زي ما قلنا المره اللي فاتت لازم تكون الفكره ديت معروفه وفي عليها اجماع. خلاص طيب دلوقتي اقدر التايم بتاع الاوبريشن بتاع الكتريكال انسترومنت هيبقى اسرع من الميكانيكال انسترومنت اكيد. خلاص فدي كده انا كده سرعت الدنيا شويه ان انا استخدمت الكتريكال بدل ما استعمل ميكانيكال. تمام، لكن لان بيعتمد هو بيقول لك اهوت الالكتريكال انسترومنت بيعتمد على ان في جزء برضو ميكانيكال. خلاص فده برضو هيأثر على الانيرشيا بتاعت الجزء الميكانيكال ديت، هيأثر على سرعه استجابه الجهاز الكهربي اللي معاك او اللي بيعتمد عليه فكره فيها ميكس ما بين الالكتريكال وما بين الميكانيكال. خلاص هيبقى طبعا في انيرشيا وفي الفريكونسي ريسبونس بتاعته هتبقى ضعيفه. يعني الفريكونسي ريسبونس هو قصده بيها قصده سرعه القياسات المتتاليه ورا بعض، ان الحاجه اللي داخله عماله تتغير. خلاص فهو طريقته للقياس ليها مش هتبقى فيها دقه عاليه علشان هو بياخد وقت استجابه نتيجه لان في جزء الكهربي في الجزء الميكانيكي، والجزء الميكانيكي فيه طبعا ايه انرجي. طيب اما جاي يتحسن عن كده استعمل الكترونيك انسترومنت. الكترونيك انسترومنت الحاجه الرئيسيه فيه اللي انا حاطه لك تحتها خط ديت ان هو يبقى سيمي كوندكتور ديفايس. خلاص في بقى في وصلنا بقى لان بقى في اي سي هات، وان فكره العمل بتاعته بتاع في الاصل بتعتمد على ان ايه بقى هنا دلوقتي مفيش حاجه ميكانيكيه ومفيش الحاجه اللي بتستجيب معاك وبتاثر على القرايه اللي طالعه لك الايه الموفمنت بتاعه الالكترونز. يبقى الالكترونيك ديفايسز خلاص الموفمنت بتاعتها معتمده على الايه على الانيرشيا بتاعه الالكترونز اللي هي طبعا صغيره جدا، وبالتالي الريسبونس تايم بتاعه هيبقى صغير جدا. اول ما تدي له القرايه هيطلع لك، اول ما تدي او تحط عليه الكميه اللي انت عايز تقيسها هتطلع لك القرايه بتاعتك ايه مظبوطه وبسرعه. خلاص يبقى احنا كده من ميكانيكال لالكتريكال لالكترونيك. تمام، الميكانيكال كله الاجزاء بتاعته اجزاء ميكانيكيه خلاص ليها تطبيقاتها، لكن مش هتبقى ليها سرعه الاستجابه بتاعتها. طب الالكتريكال ممكن يكون كله الكتريكال او يبقى فيها الكتريكال مع ميكانيكال، وبالتالي برضو هتبقى الفريكونسي ريسبونس بتاعها ضعيف شويه. طب الالكترونيك بيعتمد، لما حد يقول لك يعني ايه الكترونيك انسترومنت تقول بيعتمد على سيمي كوندكتور ديفايس. خلاص سيمي كوندكتور ديفايس يبقى فكره عمله بتعتمد على حركه الالكترونات، طبعا الانيرشيا بتاعتها صغيره فالريسبونس تايم بتاعها صغير وبالتالي هي بتكون سريعه. فقال لك كده موست ساينتفك والاندستريال انسترومنتس الموجوده دلوقتي محتاج فاست ريسبونس، وبالتالي الحاجات دي مش هقدر احققها بالميكانيكال والالكتريكال، لا احققها بالالكترونيك. تمام، وقال لك لا طب لو انت بتعمل ديتكشن للويك سيجنال، سيجنال ضعيفه او سيجنال قيمتها صغيره جدا، ممكن اعمل لها قبل ما اعمل لها ميجرمنت اعمل لها ديتكشن الاول، استعمل امبليفاير اكبرها وبعدين بعد كده ابدا اقيسها، وبعدين تقسم على قيمه الجين ده فتعرف القيمه الاصليه بتاعتها. خلاص ديت مميزات الالكتريكال الالكترونيك انسترومنت هنا بالمقارنه بمين؟ بالمقارنه بالميكانيكال. يعني هنا كده اعتبر دول جروب كده مع بعض الالكتريكال والالكترونيك خلاص، وقارنهم بالميكانيكال. طبعا بتعوز باور اقل والحجم بتاعها اقل والفلكسبيتي بتاعتها عاليه خلاص، والفريكونسي ريسبونس بتاعها عالي خلاص لان الترانزنت تايم صغير. طيب معايا يا باشمهندسين كده ولا ايه؟ ايوه يا دكتور معاك. تمام، طيب في كمان دي حاجه معروفه ان فيها اما الجهاز بتاعك مانيوال او اوتوماتيك. تمام، مانيوال يعني في حد يتدخل لازم يبقى فيه اوبزرفر ويبقى في حد واقف بيشغل الجهاز، او يعني مش بيشغله بيعمل عمليه القياس نفسها. زي هنا قال لك ايه، زي ما انت بتستعمل الريزيستنس ثيرموميتر خلاص اللي هو اللي موجود في وستن بريدج، انت خدت وستن بريدج الترم اللي فات واحنا اتكلمنا عليها برضو في المحاضره اللي فاتت. تمام، انت عشان تستعملها لازم توصلها لحاله الاتزان خلاص، وده بيحصل عن طريق انك عملت تغير في قيم في قيمه مقاومه بحيث ان ايه ان الجهد ما بين الطرفين اللي في النص يبقى بصفر خلاص، وبالتالي بتعمل الار 1 على الار 2 بيساوي ار 4
ويبقى كلهم معلومين بالنسبة لك ما عدا الحاجة اللي انت عايز تقيسها خلاص. فديت بتعتمد على ان ديت ده جهاز مانوال انت اللي عمال تظبط فيه تمام، او زي الميزانة اللي عادية خالص اللي ما تيجي تشتري مقدار او حاجة بتقيس عليها وبتوزن بيها خلاص. قلنا دي من انواع النل عشان بوصل القيمة ما بينهم لصفر تمام، الحاجة اللي الوزن الكتلة اللي انت بتقيسها ديت اللي هي الحديد خلاص، والكمية اللي انت عايز تشتريها تمام. بس ديت ايه ده مانيوال، لانك بتقعد تنقص او تزود لغاية ما توصل لحالة الاتزان، فديت مانيوال انسترومنت. الاوتوماتيك معناها ان انت مش محتاج اوبريتور، مش محتاج حد يشغل لك الدنيا خلاص، مش محتاج اوبريتور. هنا كاتب لك هنا عشان يبقى الدنيا دقيقه شويه، نو اوبريتور از ريكوايرد اول ذا تايم، يعني بس في لحظه التشغيل اللي انت محتاج مثلا بتقيس جهد، هتجيب الطرفين بتوع البرونكو وتحطها على الايه على المقاومه اللي انت عايز تقيس الجهد اللي عليها، ده كل اللي انت عملته. انت ما تدخلش عمليه القياس نفسها، لكن استعملت الجهاز في اول الوقت بس خلاص. زي هنا بيقول لك قياس التمبريتشر بالميركوري انجلاس، انك بتقيس درجه الحراره بالترمومتر للزئبق. انت كل حكايه انك هتقوم حاطه في المكان اللي عايز تقيس فيه درجه حراره الهيومن خلاص، وتشوف القرايه بعد كده تمام. او اللي بيبقى فيه طبعا الديجيتال ثرموميتر برضه، اللي هو الترمومتر الديجيتال خلاص، بيبقى فيه شاشه صغيره كده بيطلع عليها درجه الحراره، مش محتاج حتى انت الزئبق، يمكن انت هتحتاج تظبط الزئبق وترجعه كله لتحت خلاص، لكن الديجيتال بتقوم انت مستعمله على طول. فاي مثال زي كده، مثال حاجه اوتوماتيك انت بس حطيته في المكان اللي عايز تقيس بيه خلاص، وطلع لك القراية، ما دخلتش انت في عملية القياس نفسها. طيب في تقسيمة تانية الأجهزة، ان انا اقول الجهاز ده سيلف اوبريتد ولا باور اوبريتد. يعني ايه واضحة من الكلمة سيلف اوبريتد؟ يعني الجهاز ده مش محتاج باور عشان يشتغل، مش محتاج اديله باور عشان يشتغل، زي اللي لسه ما احنا قلنا عليه ده هو الترمومتر. الترمومتر انت مش بتاخده اللي هو بقى بتاع الزئبق، مش التاني، التاني ممكن يكون بتاع الديجيتال ده هتلاقي فيه بطارية زي بتاع الساعة كده خلاص، لكن الزئبق ده انت بتحطه مش محتاج بقى باور من اي نوع خالص خلاص. والجهاز اللي قدامنا ده انا جبتك يعني عشان لو شفته في مكان تعرفه، هو ده حاجة اسمها الدايل انديكيتنج تايب انسترومنت. كلمة دايل يعني حاجة بتلف يعني خلاص، هو هيحول المسافة الرأسية لمسافة دائرية أو هي لحركة دائرية فيه، ويقيسها على المؤشر بتاعه. اللي قدامنا ده إيه؟ حد عارف اللي قدامنا دي إيه يا جماعة؟ شفتوها في إعدادي في الورش. مخرطة تقريبا. أيوه اللي قدامنا دي مخرطة، هي ما لما تلف كده اللي هو إيه بيتاكل منها من بره حاجات، فأنت عايز بيتاكل منها أجزاء، أنت عايز تعمل لغاية عمق معين خلاص. فهي هنا الجهاز أنا حاولت أكبره لك، هنا كده تلاقي زي سوستة، يعني لما اتك عليه كده هو فيه سوسته هنا، فالضغط اللي هنا بيعمل حركه للمؤشر ويطلع لك المسافه الرأسيه او الازاحه الرأسيه ديت قد ايه تمام، كام سنتي. طبعا في هنا حاجه صغيره، كل لفه كبيره، كل لفه من الدايره الصغيره ديت بتعمل لك شرطه بس واحده هنا خلاص. فانت عايز تشوف الازاحه او المسافه اللي اتاكلت من العمود ده عشان خلاص توقف المكنه لما توصل للسمك اللي انت عايزه. فهو كل حكايه ان هو بس محطوط كده ومتعلق وبيضغط عليه من فوق خلاص، بحيث ينزل السوسته دي تنزل لتحت وتحرك لي المؤشر. لو ده اتحرك لفه ده يتحرك خط، كل ما يتحرك ده لفه ده يتحرك شرطه قصاد، وفي الاخر بتعرف الكميه او الازاحه او المسافه الرأسيه ديت قد ايه تمام، وتعرف انت اكلت من السلندر بتاعك او عملت المسافة اللي انت عايز تشيلها منه خلاص مظبوط ولا لا. فجهاز زي ده من نوع اللي هو ايه سيلف اوبريتد، مش محتاج باور خلاص. فانت حتى لو انت عايز تدور في حاجة اسمها ده الانديكيتنج تايب، وفي انواع حاجة اسمها تيست وحاجة اسمها دروب، والنوع ده من نوع الدروب خلاص. لو حاجة باور طبعا زي ما انت المثال المشهور بتاعنا في الديجيتال مالتي ميتر اللي كنا بنستعمله، الاصفر ده اللي كنا بنقيس فيه المعمل، او الاسود اللي كنا بنقيس بيه سواء الاي سي او الدي سي فولتج، كنا الترم اللي فات دايما بنقيس دايما دي سي خلاص. الديجيتال مالتي ميتر ده جواه بطاريه اللي هي جوه البطاريه ال 9 فولت تمام، فلما بتخلص بنفتحه ونغير البطاريه. فده حاجه محتاج ايه؟ محتاج باور عشان يشتغل. ممكن تكون حاجة ده شغال ببطارية، ممكن حاجة تكون شغالة بفيشة ماشي، لو هي حاجة بقى عالية شوية خلاص.
فبالتالي انا عشان يحقق او يقيس الكميه اللي انا احنا عايزينها محتاج جزء من الباور عشان يشغل ايه الدنيا اللي جوه ديت. تمام. طبعا الباور اللي هو جواه ديت اللي هي جواه الديجيتال مالتي ميتر اللي هي الفي سي سي بتاعته خلاص اللي تشغل شويه المقاومات والحاجه اللي جوه. طيب في بقى عندنا دي تقريبا اخر حاجه اللي هي الديفليكشن والنال تايب انسترومنت. حد فاكرها من المره اللي فاتت؟ احنا نعتبر قلناها المره اللي فاتت. حد يقول الديفليكشن ميجرمنت بيعتمد على ايه ومعناه ايه؟ لو الاميتر العادي اللي هو مثلا اللي هو اللي فيه مؤشر ده ايه؟ ده ديفليكشن ولا نون ديفليكشن؟ ده ديفليكشن خلاص. وكان بالك مثال بيرمننت ماجنت موفينج كويل اللي هو جوه الجلفانوميتر اللي هو بيقيس الايه التيار اللي احنا قلنا عليه من شويه ده اللي هو ملفه قطبين مغناطيس والقصه دي. تمام. فده ديفليكشن. يبقى اي حاجه بتعتمد على ان في مؤشر عندك بيتحرك خلاص يبقى ده ديفليكشن تايب انسترومنت. طب لما اقول لك قول لي مثال على النال تايب انسترومنت. ويب باي بالانس. تمام تمام ده كده النال تايب عشان انت بتوصل للصفر خلاص او الميزانه العاديه او زي المره اللي فاتت احنا رسمنا الدي سي بوتنشيومتر وقلنا البوتنشيومتر ده مقاومه متغيره ليها ثلاث اطراف. لو خدت الاول والثالث يبقى انا كده خدت المقاومه كلها كانها مقاومه ثابته لو هي 1 كيلو مثلا اخرها، او لو انا هاخد من الطرف الاول للطرف الثالث يبقى دي جزء مقاومه متغيره. وقلنا عشان تقيس عندك جهد ما انتش عارفه وعايز تقيسه بتجيب جهد انت عارفه مثلا من الكت 5 فولت خلاص وتحطه ما بين الطرفين الاول والثالث بتاع البوتنشيومتر واللي انت مش عارفه ما بين الايه الثاني والثالث وتحط مثلا ليد صغيره او حاجه. لما الليد دي تطفي معناها ان الجهد بتاعك اللي انت عايز تقيسه بيساوي الجهد اللي على الايه الطرف الثاني والثالث بتوع البوتنشيومتر، ولان هو عليه تدريج فانت تعرف المقاومه ديت كام والجهد متقسم بنسب المقاومات كفولتج ديفايدر وبالتالي عرفت الجهد اللي انت عايزه خلاص. فدي تقسيمه الاجهزه. دي مقارنه ما بين الديفليكشن تايب انسترومنت والنال انسترومنت. طبعا دي حاجه هي سهله بس ايه طبعا الديفليكشن محتاج انبوت واحد خلاص، النال محتاج اتنين انبوت اللي هو اللي انت الحاجه اللي انت مش عارفها خلاص والحاجه اللي انت بتقارن بيها زي ما قلنا من شويه في سي سي مع في انون. طيب القيمه اللي انت بتقيسها هنا في الديفليكشن معتمد على الكالبريشن بتاع الجهاز انت عامله كالبريشن ومظبطه خلاص، لكن هنا انت بتعمل عمليه فيدباك وبتقارن ما بين حاجتين خلاص. فانت اصلا عندك ستاندرد فاليو اللي هي الفي اللي قلنا عليها ديت اللي هي بتاعه الفي سي سي ديت القيمه بتاعتك كان ده ستاندرد فاليو كانك بتعمل له يعني كالبريشن وانت اونلاين وانت شغال عليه. طيب هنا الاوت ريدنج بتعتمد على الديفليكشن خلاص وعلى الانيشال كونديشن بتاع الانسترومنت لان انت لازم يكون الصفر محطوط المؤشر مشاور على الصفر مظبوط والكلام ده. ده طبعا اكيوريت وسنسيتيف لانه بيعتمد على ايه على مقارنه ما بين حاجتين خلاص كان انت ليك ريفرنس بتقارن بيه خلاص. الناس اخدتوا سكاشن يوم الاحد؟ في ناس خدت سكاشن الاحد صح؟ ايوه حليته مسائل كان فيها اسئله بس كده. هل خدت مش كله؟ انا عارفه مش كله، في ناس الحد وفي ناس لسه تاخد الخميس. ايوه تمام. اللي اخد الحد خدته مسائل كانت مسائل سهله كده صح؟ هلا اخدته نظري في الشيت اسئله نظري في الشيت. انا هقول لباشمهندس احمد يبعت الشيت بس عشان بس عايز اشوف كده ابعت لكم حاجه. لا هو ما كانش فيه اسئله بس هو كان سالنا في الاول في النظر اللي حضرتك قلتيه في المحاضره اللي فاتت. تمام يا رب تكون جاوبته. هو في برضو مع يعني اسئله اختياري برضو نظري يعني الجزء مثلا المحاضره ديت هتبقى اسئلتها كده فانا هشوف اديها لباشمهندس او انا ابعتها لكم هتكون برضو اسئله بسيطه على الكلام اللي احنا قلناه ده خلاص. طب حد فاكر انتوا خدتوا الترم اللي فات اخدتوا الترم اللي فات اللي هو اي جهاز طبعا مش هدولك تاني انتوا خدتوه اي جهاز بيتكون من كام مرحله؟ ايوه. طيب مين فاكر يقول يعني يكون من معايا بقى النهارده؟ مين فاكر السيجنال اللي انا عايزه اقيسها بتعدي على ايه وبعدين على ايه وبعدين على ايه؟
لو انا مثلا بقيس، لو انا بقيس كميه كهربيه خلاص هتعدي على الجزء بتاع السيجنال بروسيسنج او اللي فكره عمل الجهاز، مثلا همرر التيار في ملف هعمل كذا. لكن لو انا بقيس حاجه كميه فيزيائيه هو كان بيعدي الاول على ترانسديوسر. بالظبط، ترانسديوسر بيعمل ايه؟ اللي بيحول الكميه من الكهربائيه لكميه كهربائيه. تمام، هيحول سيجنال كوانتيتي لكتريكال كوانتيتي، عشان بعد كده يبدا تتقاس. هو جزء من كلمة الاي بتاعك كده. احمد سبحان هتقول حاجه؟ خلاص، لكن انتوا ما خدتوش الترانسديوسر نفسه، خدتوا ترانسديوسر؟ لا كجهاز ما خدتهوش. كجهاز لسه ما خدتوش. تمام، طيب خلاص ان شاء الله المره الجايه هناخد جهاز من الاجهزه ديت ونبدا بقى ايه نشغل المعمل عليهم. طيب كده ما شاء الله النهارده 91 يعني. اذكر الاسبوع اللي فات كنا اجازه وكده. كنتوا اجازه ليه؟ كل اسبوع الاولاني اجازه، الاسبوع ده كمان اجازه ليه؟ يعني كان معظم الدكتور بيمتحن، في امتحانات تخلفات يا دكتور، وكان في ناس بتمتحن. برضه يعني. طيب ماشي، بس تخلفات مش كتير قوي كده يعني. طيب خير، خلاص انا هشوف برضو الغياب، يبقى احتياطي معانا كده. الريكورد يا دكتور. حاضر، الناس اللي بتفكرني كده هقفله. هو كان خلاص خلصنا كده، بس انا الغياب والبدف بعد اذن حضرتك بتاع المحاضره. هرفعه لكم حالا دلوقتي، اول ما اخلص معاك هرفعه. بتاع المحاضره اللي فاتت موجود معاكم.